حاملين الأعلام الفلسطينية ومرددين الهتافات، شارك اليوم مئات الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر في إحياء الذكرى 23 لهبة أكتوبر والانتفاضة الثانية. 13 مواطنا فلسطينيا من إسرائيل قتلوا بنيران الشرطة الإسرائيلية في ذلك الحين. سيد محمد بركة، لن يحاسب في يوم ما أحد من قوات الأمن أو الاحتلال الإسرائيلي لقتله فلسطينيا؟ واضح أن الذي يفترض أن يحاسب هو طبعا كل من ضغط على الزناد، لكن القضية لا يمكن اختزالها بأولئك المجرمين في درجات الدنيا، إنما يجب محاسبة الذين أعطوا الأوامر بإطلاق النار من رئيس الحكومة ورئيس جهاز الشرطة ورئيس أركان الجيش. هذه قضية سياسية، هذه ليست خطأ ميداني ارتكبه بعض الجنود أو بعض رجال الشرطة، إنما هذا ثمرة قرار عنصري مبيت من أجل كسر شوكة مجتمعنا الفلسطيني في الداخل. يشارك أهالي الشهداء أيضاً في هذه المسيرة. 13 فلسطينياً قتلوا لم يحاسب أحد. بضغط أهالي الشهداء كان هنالك لجنة تحقيق رسمية، لكنها لم تفضي لمحاسبة أي من القتلة من قوات الشرطة الإسرائيلية. إيمان جبور، قناة الغد، من مدينة سخنين.